بيكم من جديد في فيديو جديد وسباق جديد مع العربيات بتاعه ملوكي. ازيك؟ الحمد لله تمام. النهارده تتوقع مين اللي هيكسب، العربيه البيضه اللي بتكسب على طول ولا العربيه الصفراء الجديده دي؟ مين اللي ممكن يكسب، دي ولا دي؟ مين توقع كده؟ ممكن العربية الصفراء دي، وانا اختار العربية. اختيار بقى صعب دلوقتي صح؟ البيضة. البيضة؟ عشان دي اللي تكسب كل مرة انت اخترتها. طب خلينا نشوف كده، يمكن الصفرة هي اللي تكسب يعني. صاحبي اللي كان في العربية الصغيرة دي كان انا بسوق يعني، وقلنا لها الباب بيب. طب خلينا نشوف كده، نروح عند خط البداية علشان نبتدي نشوف كده مين اللي هيكسب، العربية البيضة النص نقل ولا العربية الصفراء. وطبعا دي العربيات الفريق الخسران هو بيحضر كل سباق علشان يتفرج يشوف مين اللي هيفوز بالبطولة، ودي العربيات المتسابقين الجداد اللي هيسابقوا العربية اللي بتكسب في كل سباق. وخلينا نشوف، وطبعا دول عربية المطافي والبوليس والجيش. يلا نبتدي نروح عند خط البداية ونشوف مين اللي هيكسب. عند خط البداية جاهز؟ عربيات جاهزة؟ جاهزة. نبتدي نشوف كده مين اللي هيكسب. يلا بينا، يلا بينا نبتدي السباق. 1 2 3 وكسبت برضو العربية البيضة، والعربية الصفرا دي اساسا ما اتحركتش من مكانها يعني، عشان ما فيهاش بنزين يا اسطى. مفيهاش بنزين يا اسطى؟ اه. طب يعني مش تحط بنزين؟ فالعربية الصفراء خسرت معانا المرة دي، والعربية البيضة كسبت. فالعربية الصفراء دي كالعادة هتروح رايحة عند اخواتها الخسرانين. تيت صح؟ صح يا صاحبي. ودي العربية البيضة اللي بتكسب معانا كل مرة. نشوف بقى العربية البيضة دي مين اللي ممكن ينافسها المرة اللي جاية، ونشوف مين اللي هينافس المرة الجاية يا كوكو. أني واحدة في الأربع عربيات دول، العربية دي من كوبر دي؟ دي أصلا مش هتكسب. دي مش هتكسب؟ خلينا نشوف، خلاص انت اخترتها ان هي تسابق المرة اللي جاية، خلينا نشوف. ممكن دي خليها المرة اللي بعديها. خلينا نشوف العربية دي هتكسب ولا لا، ونشوف. يلا الى اللقاء في السباق اللي جاي، واكتبوا لنا تعليقاتكم وقولوا لنا مين اللي ممكن يكسب، العربية البيضة النص نقل ولا العربية الحمراء الصغيرة دي. واللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة.